وقد تمكن رجال قوة دفاع البحرين ممثلا بفريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بالتعاون مع فريق البحث والإنقاذ التابع لسلطنة عمان الشقيقة من استخراج سيدة تركية على قيد الحياة في منطقة هاتاي التركية من تحت الأنقاض بعد مرور 7 أيام على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. ويواصل فريق الإنقاذ في مباشرة عملياته الميدانية على مدار الساعة ضمن مهمته الإغاثية الإنسانية عملية سواعد الغيث في البحث عن الناجين والعثور على الجرحى والمصابين والضحايا من تحت الأنقاض في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا، وذلك امتثالا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وتأتي مشاركة فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين انطلاقا من مبدأ تقديم المبادرات الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين تجاه الدول الشقيقة والصديقة ومساعيها الخيرة دائما لوقوفها بجانب المتضررين ومساعدة المنكوبين في مختلف دول العالم، والتي انعكست جليا على مبادرة الفريق من خلال ما يقدمه من جهود مشرفة لأداء هذه الخدمة النبيلة وما يتمتع به من جاهزية تامة لتقديم الدعم اللازم للأشقاء المنكوبين في تركيا ضمن عمليات البحث والإنقاذ وتنفيذ مثل هذه المهام الجسيمة بروح معنوية عالية.